مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقه الجديده من وصل صوت. ونبدا هذه الحلقه باول اتصال معنا. سوسن، مساء الخير. طيب انقطع الاتصال مع سوسن. اذا بتسمحوا لي ببدايه الحلقه بدي اوجه تحيه للخاله الغاليه عائشه، كل عام وانت بخير خالته، وان شاء الله العمر كله يا رب صحه وعافيه. تحياتي لك دائما والله يطول بعمرك يا رب. ناخذ هذا الاتصال. اعتقد معنا سميه. مساء الخير يا سميه. سميه مساء الخير. هلو، شلونك؟ شو اخبارك؟ اهلا وسهلا. شو هالصوت الحلو يا سميه؟ الحمد لله رب العالمين. شو اخبارك؟ تمام. انت كيفك؟ انا مشتاق لك كثير كثير حبيبتي. تشتاق لك العافيه. كيف الاهل؟ كيفكم انتم؟ تمام. يسلم عليكي، تفضلي. مهندس عروب، انا يوم اثنين احلى فرحه راح تكون عندي اني راح اجي اشوفك. حبيبتي بتنورينا بنورمينا، اهلا وسهلا. اه والله حبيبتي اهلا وسهلا يا سميه. يعني فرحتي بجوز لما شوفك اني اطيب الصراحه. حبيبتي ان شاء الله دائما تكوني طيبه وبخير يا رب. إنه يوم اثنين ان شاء الله راح اجي عليك على القناه. بتنورينا. تعالي سميه بس قبل البرنامج. يعني بحدود الساعه 4. الساعه 4 ان شاء الله بكون عندك بانتظارك. احنا يا سميه بتنورينا. والله العظيم مهندس عروب ان شدت على عشان ترجعوني على شغلي وما حدا يتواصل معي. سميه هلا احنا موضوع الشغل يا سميه، يعني احنا بنحل مشكله، بنحل مشكلتين، بنحل ثلاثه، بس مش كل المشاكل يا سميه. لا مهندس عروب مش هالدرجه، يعني انا صار لي 10 سنين ما فيش حدا يمرض مهندس عروب، وعشر سنين يقطعوا عشان يومين دخلت مستشفى. يعني انت بس لانك دخلتي المستشفى روحوكي؟ بس ما عندي سعر، ومش عشان مشاكل ولا عشان اشي. اها. لو هي غلاوتك ما عندي سعر، وما عندي المشاكل ولا اشي. يومين غبتي يعني عن شغلك؟ لا انا دخلت ثلاث شهور مهندس عروب، واجى الشاب اللي عندي وتبرعوا لي جزاهم الله بخير دمه كل اشي، وبس اجيت اجى مدير الشركه نفسه ما قصر، يعني قال لي عمو كملي الشهر اجازه. انا ما بعرف انه بدون راتب، قلت ماشي. لما رحنا بدنا نستلم سلمني مهندس عروب 15 دينار. بقول له طب وانا وامي واخواني وين نروح وين هذا؟ قال دبري حالك. رجعت بدي اشتغل، بقول لي خليكي مهندس عروب العطارش عليهم. فاللي سمعته من صاحباتي انهم بتوقعون على استقالات وعقود جديده ب 15 ثلاث. طب حقوقنا وين راحت مهندس اللي عروب؟ حاصل يا سويه عليكم، حاصل على الكل. اذا بتتابعينا في عنا كمان 411 موظف بشركه خاصه صار فيهم نفس الاشي. لكن صوتك على الهوى سميه، هذا يعني شيء أكثر من ما يكون مسؤولية لألنا، مسؤولية الحكومة المفروض أنها تأخذ إجراء. شكرا سمية، وبنستناك يوم الاثنين بتنورينا. تحياتي لإلك. بدي أبلش هالحلقة، يمكن هلأ الحديث في الشارع الأردني يدور حول رئيس الوزراء المقبل، ولا زالت المشاورات إلى الآن تتواصل لاختيار رئيس الوزراء المقبل. تواصلت اليوم السبت مشاورات رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة مع الكتل النيابية بهدف الوصول إلى توافق اختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث التقى كتلة الوسط الإسلامي التي تضم في عضويتها 15 نائب ويرأسها النائب الدكتور محمد الحاج، واستمع الدكتور الطراونة خلال لقاء إلى وجهة نظر هذه الكتلة وغيرها من الكتل والحكومة القادمة التي يجب أن تكون قادرة على تحمل المسؤولية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا بأنه سيرفع إلى جلالة الملك وجهات نظر النواب بكل شفافية وموضوعية. وأكد أن المشاورات التي تجري بمنتهى الجدية هي نهج جديد داعي الجميع إلى الحرص على نجاح هذه التجربة، وقال بأن العمل العام والمشاركة فيه مسؤولية تكاملية، وأيضا قال بأن التحديات التي تواجه المواطن والوطن تتطلب من الجميع العمل على تعزيز مبدأي التكامل والمشاركة لمواجهتهما، مؤكدا بأن جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه والأردنيين كانوا دائما قادرين على تحويل التحديات إلى فرص. وأشار رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر إلى تجربة حزب الوسط والتي حققت نجاحا في الانتخابات النيابية الأخيرة، ومن جهته ثمن العديد من رؤساء الكتل على مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه مشاورة ممثلين الشعب في التوافق على اختيار رئيس الوزراء، مؤكدا بأن هذا يدلل على حرص القيادة على بناء دولة المؤسسات والقانون وتعزيز الركن النيابي. وقال بأن جلالة الملك
ذلك يضع النواب أمام مسؤولياتهم في هذه المرحلة من تاريخ الأردن، ومن خلال رؤية جلالته الاستشرافية لما فيه صالح الوطن والمواطن. وأشاد أيضا بقرار جلالة الملك التشاور مع مجلس النواب للتوافق على اختيار رئيس الوزراء المقبل، معتبرا ذلك بأنه توطيد حقيقي للديمقراطية والمشاركة الشعبية في صناعة القرار، وعرض موقف العديد من الكتل تجاه إجراءات الحكومة واختيار صفات رئيس الوزراء المقبل، وأيضا العديد من الكتل أبدت رأيها بهذا الموضوع. على وعسى أن يكون هناك رئيس وزراء يتحمل مسؤولياته خلال الفترة المقبلة التي تمر فيها مملكتنا الحبيبة، وإن شاء الله أنه يكون يعني مصلحة المواطن على الأقل بين أعينه، لأنه من غير المنطقي أن يكون دائما هو المواطن العكاز التي تتعكز عليه الحكومة. بنبلش بأول اتصال أو تاني اتصال معنا. ملاك ولا أم ملاك؟ هلو ملاك، مساء الخير. مساء النور، كيفك مهندس فاروق؟ أهلا وسهلا. أنا معك ملاك من كرات. بدنا ياكي تنفي الشعب الأردني، أهم إشي أنه كيف تنظيف البيئة بالكرات. أهم إشي أنه أنت تعرف الدنيا جاي صيفية وكثير صارت البيئة مش مهتمين فيها بمحافظة كرات. علاء عم بحكي لي يا ملاك بأنه أنت عندك مبادرة بخصوص البيئة أعتقد. احنا مبادرة، واحنا كمان كشباب بحي شباب كلنا الأردن. نعم. بالكراك. نعم. ونتمنى انه احتمال انه اذا بنطلبكم تيجوا تصوروا لنا بالكراك نشكركم اكثر، يعني احنا شيء تنظيف البيئة لنا بالكراك. كم عمرك يعني. ملاك كم عمرك؟ انا عندي 22 سنة. ما شاء الله، يعني حلو. انت من الشباب اللي دائما احنا بنتغنى بانجازات الشباب اللي مثلك ملاك. تحياتي لك، نشمية ما شاء الله عليك، حلو، بادرة جميلة للحفاظ على البيئة. تحياتي لك ولكل شباب هيئة شباب كلنا الأردن. اكيد شكرا. بس احنا كمان احنا لما شفنا عين سارة بالكراك ما بيهتموا كتير بالنظافة، يعني انت ما في بيكبوا ورق، او انه يكون كفى وجبة غداء بيكبوا ورق. لا احنا بدنا نرد يعني انه يحافظ على البيئة، واهم شيء يعني المي يكون لها بهجة زي المي لما الواحد يشوفها بيرتاح نفسيا، صح ولا لا؟ طبعا طبعا طبعا. يعني هلا لما واحد ياكل حبة شوكولاتة او اشي زي هيك بيكبها في المي، لا احنا بدنا نهتم انه تكون يعني البيئة نظيفة كثير نفسيا، لما تقعد عند المي ترتاح نفسيا ما تشوف فيها. شو اسم العين بالله يا ملاك؟ عين سارة؟ عين اسمها عين سارة بالكرك. لا يمكن انك تهتمي في هذا الموضوع شوية على التلفزيون، يمكن الناس يسمعك شوية. تبشري تبشري. وفي اي موضوع ثاني حابين نحكي معك تحت الهواء ضروري. أوكي. ضروري. اوكي ولا يهمك، اتركي لي رقم تليفونك ملاك تحت الهواء. هذا رقم تليفوني عندي. خلاص هلا باخذه من علاء بعد الحلقه بنحكي احنا. اوكي ماشي. شكرا شكرا ملاك، تحياتي لك. علاء بس خلوا لي رقم الصبيه عندكم. بدي امسي بالخير على كل اللي بتواصلوا معنا دائما على الاس ام اس. مساء الخير مهندس عروب، لك ولفريق عملك منوره، وانت صوتنا الله يقويك ويعطيك الصحه والعافيه ويحفظك يا بنتي. شكرا، تحياتي للعم الغالي عمر الجيسي. شكرا عمي، الله يطول بعمرك ويعطيك كل الصحة والعافية يا رب. ناخذ اتصال جديد معنا الأخ حابس، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله سمعت يا ستي في موضوع بالنسبة للمتقاعدين العسكريين. تفضل. الإسكان العسكري. تفضل. طبعا احنا لما نتقاعد من القوات المسلحة بأخروا إسكاننا. نعم. وكانوا يطلعوا من 350 إلى 400 واحد بالشهر، نقصوا القيمة تبعت الأعداد المتقاعدين. نعم. وتقاعد بس 3500، يعني الضباط 25,000. أوكي. يعني واحد بس بجوز يموت يكون بالقبر تاخذ الإسكان. بعد قديش من التقاعد بياخذ الإسكان؟ أنا تقاعدت بال2000 يا أختي. أها. صار لي 13 سنة بالحقي ب1/1/2014. الله أكبر. يعني برضو احنا جلالة الملك ما قصر كذلك اليوم دعمنا الصندوق تبع المتقاعدين. قطع الاتصال. طب الله على اذا رقم الاخ موجود عندكم حابس يا ريت ترجعوا تطلبونا اياه. خلينا نشوف موضوع التقاعد، يمكن تقاعد الضباط، تقاعد المتقاعدين العسكريين، تقاعد المعلمين كمان حكينا فيه من فتره. يمكن نظرا لضيق الوقت وكثره الاتصالات اضطرينا نقطع الاغنيه، لكن بدي اوجه تحيه للفنان الكويتي محمد البلوشي. ويمكن انا لفت انتباهي وانا بتفرج على الشاشه هلا كلمات الشاعر حبيب الزيودي الله يرحمه، ويعني هذا الشاعر اللي بنعتز ونفتخر فيه على الدوام. تحية صدق طاهرة إلى روحه الطاهرة، والله يرحمه إن شاء الله إلى جنات الخلد. معنا الأخ حسين. ألو مساء الخير.
حسين مساء الخير. حسين، هلو يا حسين، وين يا حسين؟ شكله حسين تركنا على الخط. طيب بدي اوجه تحيه لرولاك الثاني. مساء الخير رولا، تحياتي، شكرا على هالكلام الطيب حبيبتي، وانا بحبكم كثير. تحياتي واحترامي لك مهندس عروب، وانا بحب امسي عليك واحنا كلنا بنحبك. هدايا مساء الورد، وتحياتي لك، شكرا. خميس جعارات، مهندس عروب شو بالنسبه لزياده الضمان؟ وشكرا. هذا الموضوع عتك راح يناقش قريبا في وصل صوتك اخ خميس. تابعنا تيما ريتا وصهيب التل، مساء الورد، شكرا لتواصلكم دائما معنا. بيوصل صوتك ما في حلقة إلا وبتبعتولنا بSMS. تحياتي لكم دائما. بدر المومني مساء الخيرات، شكرا لتواصلك دائما مع وصل صوتك. أيضا الأخ خليل الكردي، بدي أوجه برضو تحية لأم رائد زهران، مساء الخيرات، تحياتنا لإلك. ورامي جدتاوي مساء الخير رامي، شكرا على هذا الكلام الطيب ومن طيب أصلكم أكيد. وسامح الصعيدي، سامح مساء الخير، شكرا لتواصلك معنا وتحياتي لك أينما كنت وبعد غياب، يعني أنا لفتتني المسج، شكرا لإلك. الأخ حسين بدي أعتذر منك، وأيضا الأخ محمد اللي كان معنا على الهاتف فقدنا الاتصالين، تحياتي لإلكم. ومرة جديدة بدي أوعد العم عدنان بأنه خلال هذا الأسبوع رح يكون في عنا هذا وعد مني على الهواء مرة أخرى عمي عدنان، بأنه رح تكون كاميرا وصل صوتك في بيتك وطرح حالتك على الهواء بتقرير مصور إن شاء الله تعالى. على إذا في اتصال مرة لي، إذا ما في خلينا نختم. طيب رجعنا الاتصال. اخ حسين مساء الخير. يا حسين مساء الخير، اعطيني اخ عروب. الو تفضل، انت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. كيف اخ عروب؟ يا هلا، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا اخي. في مشكله؟ تفضل. قبل فتره شركه بوتسات، نعم، تعاون مع وزاره العمل وصندوق التنميه والتشغيل، نعم، تعاون على اساس يعملوا تشغلوا اكبر عدد من الشباب العاطلين عن العمل. نعم نعم. عندنا نعم في دوائر المزار. نعم. بس للاسف حطوا شرط تعديلي. هذا الشرط انه لازم ما يكون مشترك ولو ليوم واحد بالضمان الاجتماعي. اها. ولا ليوم واحد؟ نعم اختي. ولا ليوم واحد؟ يعني بقول لك ما يكون مشترك في الضمان. طيب. في ابني اللي هو يشتغل مع في الاشغال على عزيز الانتاجي، يشتغل ممكن سنة. نعم. هم اللي فصلوه. نعم. أضف إلى ذلك يعني إنه هاي اللي بيعملوها، يعني أي واحد بيشتغل لو يشتغل عند دكان لازم يكون يشركوه بالضمان الاجتماعي. نعم. هم اللي فصلوه. يعني هذا السبب بصراحة، يعني أنا أرجوك إنك تحطيها عند وزير العمل. تبشر. يعني كرسالة. تبشر. يعني يشعر مع الناس. صح. صح هذا يعني والله العظيم اقسم بالله عندي اولاد عاطين على عمل انهم كل يوم يعني يسالوا عني يطلبوني فلوس ويعطيني فلوس كذا، وانا وضعي والله العظيم يرتاح لهم، يعني والله من بعيد ما انا قاعد احكي معك. طيب أنا بدي أشكرك أمي حتى نوفر عليك، شكرا لاتصالك. بكرة على الرقم عنا تابعنا بكرة ببداية الحلقة، رح إن شاء الله يكون لنا اتصال مع معالي وزير العمل، وأنا بدي أجمعك شخصيا مع معالي الوزير أو أحد المعنيين في وزارة العمل، وبدي أستفسر أنا عن هذا الشرط إن كان فعلا بهذا السياق اللي أنت حكيته. والله أنا معك إنه شرط تعجيزي. شكرا للعم حسين، ولهون بيكون انتهى مشوارنا معكم. العديد من المواضيع ستتم متابعتها غدا إن شاء الله تعالى. دائما تمنياتي لكم ببداية أسبوع سعيدة وموفقة ومليئة بكل الخير لكم أحبائي. وفي ختام هذه الحلقة تحياتي دائما للمبدعين صالون مروان خير، رعد خير، رانيا خير، وكايد، يسلموا ايديكم دائما، تحياتي لكم. وحمى الله الأردن قيادة وشعبا وأدام عز وجل علينا الأمن والأمان، ودائما شعارنا هو الله الوطن الملك، شاء من شاء وأبى من أبى. نحن الأردنيين فقراء لكننا الأكثر تعليما، فقراء لكن نمتلك أعلى سقوف الحريات، فقراء لكن لدينا أقوى جيوش المنطقة. أنا الأردني بحجم بعض الورد إلا أنه لي شوكة ردت إلى الشرق الصباب. مني عروب العبادي لكم كل التحية، عمتم مساء وتصبحون على خير.